بسم الله، والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة واصيلا. وماذا يقول؟ كما يكره أن يلقى في النار، لأنه ولي خايف يكره الرجوع إلى الكفر، ما قالك كما يكره أن يلقى في النار. فماشي منكم من يحب يلقى في النار؟ أعطينا رأيكم، شنو هي رغبتكم؟ تحبوا تلقوا في النار؟ أنتم واقعين فيها في نار الدنيا، مازال نار الكبر، ومازال نار البعث وخبر البعث والجمع والكتاب وبرا خلص على توصل لأتعس موقع فيه عذاب. إذن احنا نحضرك راو جاي العذاب، احنا مستعد تعذبوا إلى حين وتقتلوا في سبيل رب العالمين. لكن هذا كله كي يبين لي احنا أقوى منكم في أمور العقيدة. اللي عرف ربي فقد عرف ربه، واللي عرف ربه لن يفكر ولن يقدر أي معتد أثيم أن يشد الطريقة العكسية. أعلى طريقنا إلى الله طريق آمال وطريق أمان وطريق غفران، ربي يغفر لي أنا طريق آمنت به وأسلمت أمري إليه، وأشتاق أن أكون من زمرة المحسنين. فأنا مطمئن، ما أنا خير إخواني، والصلاة عليك أنا أشهد.